مع كل تساقط للأمطار تستيقظ مجاري هذه الوديان النائمة التي تعبر عديد أراضي الفلاحين والموالين بولاية الجلفة لتشكل خطرا على أرواحهم وممتلكاتهم بسبب عدم تنقيتها وإصلاحها وارتفاع سمك الطم بها. احنا كفلاحين ما في وقت الشتاء كما هاك راه الوديان تتعمر ويطلع كما الحجار الكولوغرافي يطلع وحابين تهبطونا فيهم شويه وتفتحون تنقوهم وتفتحون المواله باه يعاقبوا المال تاعهم. نطلب من السلطات انهم ينظروا لنا بهذا المشكل تاع الواد تاعنا هذا تاع قعيقه، راه مسميه واد قعيقه، وكان يصلحوا لنا ثاني المجاري هذا، راه مام الواد هذا كي يفوت منها راه يروح للفلاحه، وكي يروح للفلاحه راه كي يلحق العدم يولي لهم مشكل كبير. وضعية مجاري هذه الوديان ومع الجفاف الذي ضرب ولاية الجلفة لسنوات وأمام امتلائها بمواد الأتربة والحجارة، فإن مصالح مديرية الموارد المائية تؤكد بأنها اتخذت إجراءات للتكفل بها وفق ما ينص عليه القانون. هناك ملف يعني تم إرساله إلى مصالح الولاية من أجل إمضاء المقررة أو قرار الاستفادة. ثلاث ملفات كذلك يعني سوف ترسل إلى مصالح الولاية من أجل إرسالها إلى مصالح وزارة الموارد المائية وبالخصوص مديرية التطهير وحماية البيئة من أجل إعطاء الموافقة أو غير ذلك، وبالتالي يعني متابعة الإجراءات القانونية. وهناك بعض الملفات سوف نقوم بدراستها واحدة تلو الأخرى. واد قعيقع وواد بن غرسة وغيرها من هذه الوديان ببلدية ولاية الجلفة كانت قد تسببت في حوادث أليمة لعديد المناطق الفلاحية والرعوية نتيجة امتلائها وارتفاع سمكها بالطمي، ما يستوجب من السلطات الولائية دق ناقوس الخطر لتفادي وقوع كوارث قد لا تحمد عقباها.